السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة مادة هندسة المكامن. محاضرتنا اليوم تتكلم عن الكومبوزيشنال موديل وعن البلاك أويل موديل. نحن نعرف أن مهندس النفط بشكل عام ومهندس المكامن بشكل خاص يجب أن يكون ملم بالتعامل مع مكونات الماء الهيدروكربوني سواء كان نفط أو غاز، ونتيجة لهذا التعامل أو التحليل يصبح من الممكن التنبؤ بسلوك البئر أو المكمن الحاوي على هذه المواقع. وعلى هذا الأساس تم إيجاد طريقتين لتحليل المواقع الهيدروكربونية. الطريقة الأولى هي طريقة الكومبوزيشنال موديل، وتعتمد على تحليل مكونات الهيدروكربون إلى سلاسل مختلفة وبنسب مئوية مختلفة، واعتبار الكومبوزيشن لأكثر من 2 كومبوننتس. ويتم معها استخدام معادلة الحالة أو الإكويشن أوف ستيت EOS. أما الموديل الثاني فهو البلاك أويل موديل، وفي هذا الموديل يعني البلاك أويل موديل تعتبر التعامل مع الهيدروكربون على أنه مكون من 2 كومبوننتس فقط، يعني من عنصرين فقط. العنصر الأول هو السولت غاز، والعنصر الثاني الستوك تانك أويل، وهذا الغاز طبعا المذاب داخل الستوك تانك أويل. وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المهمة بالحسابات، رغم أنها قد تكون غير فعالة في بعض الحالات الثيرموديناميكية المعقدة. وأهم الدوال التي تتعلق بهذا الموديل الرياضي هو أو هذا الموديل بشكل عام هو ذوبانية الغاز السوليابلتي أو ما يرمز له بالرمز RS، ومعامل التكوين الحجمي اللي هو يرمز له بالرمز FVF Formation Volume Factor. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة البلاك أويل موديل أي تغير يحصل في كومبوزيشن الغاز نتيجة لهبوط الضغط خلال مراحل الإنتاج لا يؤخذ بنظر الاعتبار، باعتبار هو أنه فقط غاز نتعامل مع ذوبانيته، يعني نركز على الذوبانية بغض النظر عن التغير اللي يحصل بالكومبوزيشن نتيجة لانخفاض الضغط. الآن لدينا شكل توضيحي لمبدأ بلاك أويل موديل. كما موضح في الشكل الدائرة الأولى وجود أشكال أسطوانية وأشكال مكعبة. هذا الشكل يمثل الريزيرفور فلويد يعني مواقع المكمن. الشكل الأسطواني يمثل السائل أو النفط، والشكل المكعب يمثل الغاز المذاب داخل السائل. وهنا صورتين تفصل بين المكعبات اللي تمثل لنا الغاز المذاب والأسطوانات اللي تمثل ستوك تانك أويل. طبعاً العوامل المؤثرة هي البي او اللي هي الفورم او المتأثرة بهذا الموديل هو البي او او الفورميشن فوليوم فاكتور اوف اويل، والار اس اللي هي السوليابيليتي اوف غاز. فهذا توضيح لمبدأ البلاك اويل موديل. ايضا معرف السوليابيليتي على انها دالة لكل من الضغط والحرارة ومكونات كل من الغاز والكرود اويل. وتعرف السوليابيليتي أو الذوبانية التي يرمز لها بالرمز RS على أنها عدد المكعبات الأقدام المكعبة من الغاز التي تقاس في الظروف القياسية والتي تكون مذابة داخل برميل نفط متري من الستوك تانك أويل عندما تعرض إلى ضغط وحرارة معين. هذا هو تعريف ذوبانية الغاز. طبعا كل ما يزيد الضغط على المكمن كل ما يقدر يكون قابل لإذابة كمية أكبر من الغاز في النفط الخام. الآن أمامنا مخطط يوضح علاقة Solution Gas Oil Ratio أو ذوبانية الغاز كدالة للضغط. بالمخطط نلاحظ في البدايات لما يكون الضغط أعلى من ضغط الفقاعة أنه المنحني لانحدار الـ RS أو الذوبانية يكون خط مستقيم. ليش خط مستقيم؟ لأنه ما دام الضغط أعلى من ضغط الفقاعة فالذوبانية ثابتة، كل الغاز الموجود داخل المكمن مذاب. لكن مع انخفاض الضغط، مع استمرار انخفاض الضغط ويكون الانخفاض أقل من ضغط الفقاعة، وإحنا نعرف أنه ضغط الفقاعة هو الضغط اللي يبدأ يتحرر معاه الغاز من النفط أو الغاز المذاب يبدأ يتحرر من النفط، فيبدأ منحني الـ RS يبدأ بالانخفاض، وكلما انخفض الضغط كلما تحرر كمية أكبر من الغاز بالتالي المنحني ينخفض. لاحظ هنا الـ RSI في البداية قيمتها تقريبا 600 أو أقل من 600، قد تكون 580، ومع الاستمرار بانخفاض الضغط لاحظ المنحني يبدي ينخفض وتقل قيمة الـ RS أو الذوبانية،
كلما انخفض الضغط وصولا إلى السطح يكون الـ RS قليلة جدا أو تقارب الصفر. كما درسنا في طريقة PVT Analysis أو طريقة تحليل PVT، فإن هنالك عدة طرق للتعامل مع العينات الهيدروكربونية. أهم هذه الطرق هي طريقة Flash Liberation التحرير الخاطف و Differential Liberation التحرير التفاضلي. فيما يخص التحرير الخاطف، فإن الغاز المتحرر عند انخفاض الضغط يتم الاحتفاظ به وبتماس مع السائل لحين الوصول إلى حالة الاتزان. أما في حالة التحرير التفاضلي، فإن الغاز المتحرر نتيجة لانخفاض الضغط يتم إزالته، فلا يكون هنالك تماس مع السائل. وبشكل عام فإن قيمة RS تختلف في الطريقتين، والتحرير التفاضلي يعتبر أكثر دقة مقارنة بالتحرير الخاطف. في حالات الإنتاج الفعلية وهبوط الضغط لضغط أقل من ضغط الفقاعة، وعندما يصل مقدار التشبع الغازي لمقدار يسمح له بالحركة، يبدأ هذا الغاز بالانسياب نحو الويل بور بسرعة تفوق سرعة النفط بالتأكيد بطبيعة يعني خواص الغاز، ويبدأ الغاز في التجمع في مسامات منفصلة عن السائل، كما أن هنالك هجرة أخرى هي هجرة الغاز عمودية نتيجة لفرق الكثافات. وعند هذه الحالة ونتيجة لهذه الهجرة العمودية يتكون لدينا ما يعرف بالقبة الغازية الثانوية. القبة الغازية الثانوية احنا درسنا أنواع المكان، فحالة الأندر ساتوريتد المكامن بحالة الأندر ساتوريتد قد يتكون بها بعد فترة من الإنتاج ما يعرف بالقبة الغازية الثانوية. المكامن الغازية الأندر ساتوريتد بداية حياتها الإنتاجية يكون أو بداية حياتها بشكل عام يكون جميع الغاز الموجود في المكمن مذاب في النفط، والبئر يكون أو المكمن يكون في ضغط أعلى من ضغط الفقاعة، بالتالي لا يوجد غاز حر. لكن مع انخفاض الضغط ووصوله إلى نقطة أقل من ضغط الفقاعة يبدأ تحرر الغاز. هذا الغاز المتحرر راح يهاجر كما قلنا هجرتين، الهجرة الأولى أفقية باتجاه الويل بور، والهجرة الأخرى عمودية ونتيجة لفرق الكثافات واختلاف السرع وانخفاض الضغط، يهاجر نحو الأعلى مكونا القبة الغازية الثانوية. وطبعا هذه القبب لا تتكون إلا بعد أن يكون ضغط المكمن أقل من البابل بوينت بريشر، أقل من ضغط الفقاعة، وبعد فترة من إنتاج المكامن الأندر ساتوريتد. أخرى من خواص المواعي المكمنية هي الأويل فورميشن فوليوم فاكتور، ويرمز لها بالرمز BO، وتمثل العلاقة بين حجم النفط والغاز المذاب فيه بظروف المكمن من ضغط وحرارة، مقسوما إلى حجم نفس النفط بظروف الظروف الخزنية Stock Tank Conditions، وتسمى معامل التكوين الحجمي. وفي أغلب الأحيان فإن قيمة معامل التكوين الحجمي تكون أكثر من واحد، وذلك لأنه بديهيا حجم النفط داخل المكمن حاوي على كمية من الغاز، فيكون حجمه أكبر من حجمه بالستوك تانك كونديشنز، فتكون قيمة البي او أغلب الأحيان أعلى من واحد. الآن لدينا مخطط يوضح سلوك البي او نسبة إلى تغير الضغط. راح نبدي نشرح ابتداء من كون المكمن أندر ساتوريتد، يعني عندنا ضغط ابتدائي أعلى من البابل بوينت بريشر. فعندنا بالبي اي يكون عندي بي او اي، يعني Initial Formation Volume Factor. شو راح يكون الحالة؟ ما دام احنا بالبي اي تبدي عملية الانخفاض بالضغط، بين البي اي وبين اي ضغط اعلى من البابل بوينت بريشر الار اس ثابته، الذوبانيه ثابته لانه لا يوجد اي غاز متحرر، لكن بنفس الوقت جاي يصير عندي انخفاض بالضغط، فراح يصير نوع من التمدد للنفط الموجود. هذا التمدد راح يؤدي الى زياده حجمه نوعا ما، فنلاحظ انه قيمه البي او ابتداء من البي اي الى اي نقطه ضغط اعلى من البابل بوينت بريشر التمدد بسيط بها يظهر بشكل خط مستقيم نتيجه لثبات الار اس أو الآرس بشكل عام، إلى أن نصل إلى نقطة البابل بوينت بريشر اللي هي نقطة ضغط الفقاعة، تبدي تتحرر فقاعات الغاز نتيجة لهبوط الضغط. يعني إحنا هنا عندنا بهذه الحالة تقريبا البابل بوينت بريشر 2800، إذا انخفض الضغط أقل من 2800 راح تبدي عملية تحرر الغاز، فنلاحظ انخفاض بالكيرف الخاص بالبي او يستمر بالانخفاض كلما استمر هبوط الضغط. ليش؟ لأنه عملية التحرر الغاز تؤدي إلى انكماش حجم النفط،
فنوصل إلى مرحلة قريب السطح يكون قيمة البي أو قريبة من الواحد الصحيح، وهو هذا التفسير العلمي للمخطط اللي جاي نشوفه أمامنا. يظهر مصطلح آخر هو الشرينكج فاكتور، وهو معاكس للفورميشن فوليوم فاكتور، يرمز له بالرمز بي سمول أو ويساوي واحد على بي أو. ويمكن ضرب قيمة البي أو كابيتال يعني الفورميشن فوليوم فاكتور في الحجم الخزني للنفط يعني الستوك تانك لإيجاد قيمة الحجم المكمني للنفط، وكما يمكن ضرب قيمة معامل الانكماش في حجم المائع المكمني للحصول على الحجم الخزني. كذلك من المهم ملاحظة طريقة التعامل مع الفلوس، حيث أن لها تأثير على كمية الغاز المتحرر وبالتالي تأثر على من؟ على قيمة البي أو قيمة الآر إس. وهنالك أكثر من قيمة للآر إس وقيمة للبي أو اعتمادا على العمليات السطحية وظروفها التي تجري على الموائع المكمنية في حالات الاستخلاص. معامل التكوين الكلي أو Total Formation Volume Factor يرمز له بالرمز بيتي. أحيانا يحتاج مهندس المكامن إلى أن يعرف كل من حجم النفط الخزني مضافا له كمية الغاز الحر الذي كان مذابا فيه أثناء وجوده في المكمن، ويسمى معامل التكوين الحجمي لهذه الحالة بـ Total Formation Volume Factor، أو يسمى أيضاً Two Phase Formation Volume Factor، ويعرف على أنه الحجم بالبرميل وتكملته من الغاز الذي كان مذاب أصلاً فيه بدرجة حرارة وضغط المكمن، وصيغته BG في RSB ناقصاً RS، حيث أن BG تمثل معامل التكوين الحجمي للغاز مضروبة في الـ RSB وهي الذوبانية عند نقطة ضغط الفقاعة ناقص RS، وتمثل الذوبانية في أي نقطة أقل من ضغط الفقاعة. أما BT فتساوي BO اللي هي معامل التكوين الحجمي للنفط زائدا BG اللي هي معامل التكوين الحجمي للغاز مضروبة في RSB مثل الذوبانية في نقطة ضغط الفقاعة ناقص RS في أي نقطة أقل من ضغط الفقاعة، أيضا ذوبانية في أي نقطة أقل من ضغط الفقاعة. أما في حالة الـ RSI وهي الذوبانية عند الضغط الابتدائي، عندما يكون الضغط الابتدائي أعلى من ضغط الـ Bubble Point Pressure معناها الذوبانية راح تظل ثابتة إلى أن نصل إلى نقطة ضغط الفقاعة. ليش؟ لأنه ما دام الضغط أعلى من الـ Bubble Point Pressure معناها ماكو أي غاز راح يتحرر، فنفسها كمية الغاز الذائبة في النفط الخام ثابتة إلى أن نصل إلى نقطة الـ Bubble Point Pressure ويبدي يتحرر الغاز نتيجة لانخفاض الضغط. بهذه الحالة راح تتغير ذوبانية الغاز داخل النفط الخام. المخطط أمامنا يوضح مقارنة بين قيمة BO و BT. فوق لما يكون الضغط أعلى من ضغط الفقاعة القيمتين راح تكون متطابقة، يعني BO تساوي BT. ليش؟ لأنه الحد المتمثل في BG مضروبة في RSB ناقصا RS، كل هذا الحد راح يساوي صفر باعتبار ثبات الذوبانية. لكن بعد نقطة الفقاعة راح يصير عندي انحدار بالضغط، راح يظهر طور غازي أو راح يظهر غاز حر free gas، فراح يظهر عندي إن المعادلة تصير BT تساوي لنا BO زائدا BG مضروبة في فرق بالآر إس، قيمة الآر إس راح يصير فرق بيها، فراح يظهر عندي حد متمثل بقيمة البي جي مضروبة في فرق الآر إس. هذا الحد أو هذا التغاير راح يؤدي إلى أنه يختلف المخطط أو المنحني، فتختلف قيمة البي أو عن قيمة البي تي نتيجة لاختلاف الضغوط المؤدي إلى اختلاف الذوبانية الناتجة عن تحرر الغاز داخل المكمن. طلبتنا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، ألتقيكم بإذن الله بمحاضرات لاحقة.